انا وسمير غانم عملنا شويه افلام عظيمه لطيفه جدا. عظيمة. غير يا رب ولا لا يا رب ولا ده كلاس. غير يا رب ولا لا لا ما بهجصنا برضه. عملنا افلام هاكس جامده. انا وسمير لينا فيلم لطيف جدا اسمه المطب. وفيلم اسمه عريس في اليانصيب. وفي حدي بادي ده في نوره وفريد شوقي. يا سلام. وفي برضه ما كانوا بيعملوا أفلام. ساعات معانا. أيوه. افلام كفته. لا تصدقي بقى حدي بادي ده فيلم كويس اللي بوظوا اسمه. كان سعد الشنب الله يرحمه محتار يسميه ايه. فقال لهم فراح لهم في الرقابه كل ما يقول اسم يعترضوا. فقال لهم خلاص حدي بادي بقى اختاروا اي حاجه. فقالوا هنسميه حدي بادي. يا حول الله يا ربي لقيت يعني. انما فيلم لقيت. جميل كانت فيه نوره وفي سعيد عبد الغني وفريد شوقي. بس والله كانت حاجه لطيفه. زمان ده دلوقتي تشوفيها والنبي تقولي افلام لطيفه. انها كانت افلام مقاولات ساعتها. ايوه ايوه. لا انا كنت ملكه في المقاولات. لا وانا انا كان بيجي لي افلام حلوه كبيره بس الاقي الدور صغير قوي اقول لهم لا 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 انا ابقى راس كلب ولا انيش دل اسد. معرفش مين اللي بلاني بالمقوله دي. فضلوا يكبروها في دماغي اتاريهم عشان يزعقوني. عشان اعتذر. لا بس انت على فكره لو يعني عملتي مع سعيد صالح الله يرحمه ده انت عامله سيدي خميس يغزو القاهره. عملتي الشقاوة والكاراتيه والحاجات دي وعملتي الفان فتال للبنت السكسي اللي مش عارفه ايه ورقاصه الراقصه والحنوتي. انا وسمير برضه كان فيلم لطيف اسمه كده الراقصه والحنوتي. انا راقصه وهو حنوتي ده دمه خفيف جدا. ده زي الراقصه والسياسي وبتاع. أيوه. بتاع النويع الراقصه والراقصه والسياسي. يا سلام. لا بعد الراقصه والطباخ فوحيد حامد اقتبس منكم الفيلم. وعملتي بنت بلد وعملتي رومانسيه واللي بتسبله في الكاميرا وتحوال لي ده والحاجات دي وعملتي بلدي ومش عارف ايه.